نفس الوقت ممكن افكركم بحادث يمكن قبل رمضان بيومين تقريبا او حاجه كده، من 40 يوم بالظبط يعني. وكان دير الانبا صمويل، فاكرين الجماعه الارهابيه وايه اللي عملته فينا قبل رمضان، وكلنا كنا داخلين يبوظوا علينا فرحه رمضان، فاكرين ده؟ الحقيقه كان احد الشهداء في دير الانبا صمويل عاطف منير. يمكن كتير ما نعرفش عاطف، ويمكن ما سمعناش عنه، كان في لستة او في عدد كبير من الشهداء، ربنا يرحم كل شهدائنا يا رب. لكن مايكل عاطف منير بقى ابن الشهيد عاطف منير عمل ايه؟ اتبرع بالشيك الخاص بالتعويض، يعني طبعا احنا عارفين في الحالات زي دي بيحصل الشيكات، وطبعا اموال الدنيا كلها لا تعوض اي حد بيفقد اي حد من اهله ولا ابوه ولا ابنه، لو اموال العالم كلها طبعا بالتاكيد. لكن مايكل ضرب لنا مثال رائع الحقيقه، ان هو اتبرع بالشيك ده المخصص لاسرته لاحد المساجد والكنائس، تاني لأحد المساجد والكنائس تبرع بالشيك اللي هو كان قيمته 50,000 جنيه في أحد المساجد بقرية صفت اللبن، و50,000 جنيه لكنيسة الملاك بالفكرية. يعني هو الشيك كان 100 وقسمهم على 2، 50,000 جنيه المسجد، 50,000 جنيه للكنيسة. هي دي مصر. مشاهد. شهيد مصر. معلم عاصم. معلم عاصم. لا شهيد عاصم. شهيد عاصم.